مرحبا. صخرة شاهقة الارتفاع تعتبر مكان مميز لمحبي الطبيعة والاطلاع، لأنه رح يتسلقوا درج طويل مبني بين شق الصخرة لحوالي ارتفاع 650 متر. صخرة إليبينيون تي كواتاب أحد أهم المعالم بكولومبيا ومطلة على بحيرات صغيرة وجزر، وهي مكونة من الجرانيت اللي بيبلغ وزنه 10 ملايين طن. بننتقل لحالة الطقس، عم يستمر الجو غائم جزئيا لماطر على فترات في أغلب المناطق ومصحوب بالعواصف الرعدية وغزيرة على المناطق الساحلية والغربية، وعم تبقى درجات الحرارة قريبة من معادلاتها وأدنى بقليل بأغلب المناطق. الرياح غربية لجنوبية غربية معتدلة لنشطة أحيانا، عم توصل سرعتها ل 30 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 60 و90%. أما البحر متوسط ارتفاع الموج، درجة حرارة الماء 14 درجة. ننتقل لطقس العاصمة دمشق اللي عم يكون ماطر وعم تتراوح الحرارة بين 6 و15 درجة. بالمحافظات سوريا وتحديدا بالمنطقة الجنوبية فعم تكون الأجواء ماطرة بالسويدة وعم تسجل عليها 13 درجة، أما بدرعا فعم تتراوح بين 8 و17 درجة، وبالقنيطرة عم يكون طقس ماطر وعم تسجل العليا 14 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص عم تكون الأجواء كمان ماطرة وعم تسجل العليا 16 درجة، وبحما عم تتراوح بين 6 و16 درجة. بالمنطقة الساحلية كمان عم تكون الأجواء ماطرة بطرطوس وعم تسجل عليا 19 درجة، وباللاذقية عم تتراوح بين 13 و18 درجة، وبلواء اسكندرون عم تسجل عليا 15 درجة. بالمنطقة الشمالية كمان عم تكون الأجواء ماطرة بإدلب عم تسجل عليا 13 درجة، وبحلب عم تتراوح بين 7 و15 درجة. أخيرا بالمنطقة الشرقية عم تتراوح درجات الحرارة بالرقة بين 6 و16 درجة، ومكفية فيها الأجواء الماطرة. أما بالحسكة فعم تتراوح الحرارة بين 5 و17 درجة. بدير زور كمان عم تتراوح درجات الحرارة فيها بين 7 و18 درجة. أخبار الطقس اليوم خلصت، لاقوني بكرة تبقوا بخير.